127,000 بس تعدهم هنا قدام العالم مش في البيت عندك فوق. حاضر يا ست ممل. لا يا حبيبتي، الفلوس دي هتتعد في القسم، والفيلم الهندي اللي انت عاملاه ده هيخلص لما يقبضوا عليكي انت وبنت الحراميه اللي انت مسرحاها دي. دي فلوسي اللي كنتوا بتدوروا عليها. معلش بقى يا نعيمه، ما حبيتش اجيلك المره دي، ايدي فاضيه، جبتهم معايا من بدري بدل الروحه والجايه وخدوهم بالصوت. انت مين يا ولايه وعايزه ايه؟ هي سايبه كده ولا ايه؟ لم نفسك يالا، الست مقدمه بلاغ والفلوس اهي في حاله تلبس. انا صاحبه الفلوس دي يا حراميه. ايه كنت فاكراها سهله وان انت هتعرفي تعدي بيها؟ مش انا يا نعيمه الا اتسرق واتختم على قفايا واسكت. انت مجنونه يا ست، انت الفلوس دي بتاعتنا احنا، ايه اللي يثبت ان الفلوس دي بتاعتك انت؟ كنت معلمه عليهم مثلا؟ بس يا بنت بس، ايه فين يعني دموع التماسيح مش شايفاها المره دي؟ مش عايزه تروحي تسبقيني على القف وتعملي لي محضر تعدي؟ اديني هو بتعدى عليكي وعلى بيتك. ما تتلمي يا ست انت ولا مفيش حد يلمك. اه تعدي وبتتحكمي علينا كمان، انتوا مش شايفين. خلاص بقى يا مروه، سيبي الناس تشوف شغلها. ما تردي يا ماما ساكته ليه؟ ما تقولي لها ان الفلوس دي فلوس الارض اللي انت بعتها في البلد. اه ما تردي على بنتك ساكته ليه صحيح؟ وانت يا حلوه مش سامعه لك صوت يعني. انا اشرف منك ومن اللي خلفوكي. اه هثبت لك انها فلوسي. معانا امر بالقبض عليك انت والبنت سماح، خدوهم على الاسم وحرزوا لي الفلوس دي. اوعى يا عم، تورينا امر القبض يا باشا ولا هي واسطه؟ لم يالا بدل ما اشدك معاهم. قرف. لا حول ولا قوه الا بالله. الناس بتفتري وترمي بلاويها على الخلق، فاكرين عشان اغنياء وليهم ظهر هيدوسوا على الغلابه. انا مش عايزك تقلق يا كرم، انا هصبر لغايه ما الست نعمه تطلع من اللي هي فيه. ولا مش هتطلع ولا ايه؟ هوينا يا حاج، مش ناقصك السعاده. هويك؟ هو الموضوع بجد مش افترى؟ كنت عايزين تسد ايدينكم بفلوس حرام؟ انا هتديني فلوس حرام؟ انا يخش بيتي فلوس مسروقه؟ انتوا ايه؟ ما تعرفوش ربنا؟ مش هي دي نعيمه الشريفه العفيفه اللي ابويا كان بيفتري عليها؟ كلمه زياده هكسر رجلك قدام باب البيت. انت لسه ليك عين تتكلم؟ وعمتك بقى هتتسجن في ايه ولا في ايه ان شاء الله؟ في السرقه؟ ولا في الوصولات لبكره الصبح هتكون في القسم؟ ربنا يتولاكم. انت كنت عارف ان ماما سرقت الفلوس دي يا كرم؟ ما تنطق. انت واقف عندك هنا بتعمل ايه؟ انت ما رحتش معاها ليه؟ خايف مش كده؟ عاملين العامله سوا وسبتها هي لوحدها تتسوح. انا مش فاهم، انتوا ما بتزهقوش من الموال ده؟ اي مصيبه بتلبسوها لامي؟ اقسم بالله كلمه زياده همشي من هنا واسيبكم تولعوا كلكم في قلب بعض. ما هي ممكن تثبت ان دي فلوسها، يعني هي كانت عبيطه ولا اللي معاها عبيط؟ دي اكيد عارفه كويس قوي هي بتعمل ايه، ولو مشيت رسمي هتعرف تطلع منها. عندها ضمير يا سمية، واللي عندهم ضمير ما بيسلكوش لما بيغلطوا، ما بيعرفوش يكملوا للاخر. الولية دي ما معهاش اي ورق بيع ولا اي حاجه تثبت، ولو كان معاها حاجه تثبت كانت طلعتها. الست دي خلاص اتفضحت قدام عيالها وقدام المنطقه كلها، مش هيقوم لها قومه. انت ربنا ما يحكمك على حد. مسافره ومطمنه قوي، كانتش عارفه ان على علاقه بالولاد اللي اسمها مروه دي، وعرفت سكتها. قال ايه كانت هترمي لي الفلوس على الجزمه، وانا بقى ما يخصنيش هي جابتهم منين. كانت فاكره ان هيخش عليها الفيلم الحمضان ده بتاع السفر والغيبه بتاعتها دي. الولاد دي ما تعرفش، لو انا عايز اعرف اي حاجه بتحصل في بيتها هي ما تعرفهاش اعرف. ايوه كده الناس هتفهم انك مش هتهدها على دماغهم دلوقتي. بس يعني لو حد حاول يعمل معاك حاجه كده ولا كده هتجيبه. بقيه الناس مفيش منهم خوف. الخطر ان حد يجي لي زي ما جات لي نعيمه كده ويقول لي خد فلوسك وهات وصولات، انا مش ماشي. بس على مين؟ خلصت خلاص. زي ما بقول لك يا بيه، انا ما سرقتش حاجه من حد. المره اللي فاتت لما كنت هنا قلت لكم تعالوا فتشوني وفتشوا البيت عندي. انا سافرت البلد وبعت حته الارض والفلوس دي فلوسي. ده كلام فارغ، ده انت حتى مش عايز تكلمي الراجل اللي اشترى مني. نسبة ازاي ان انت مش كدابه؟ الله اعلم بقى. انت باصه فين؟ ما تحطي عينك في عيني كده وانت بتكلميني.
اهو يا بي عيني في عين. ممكن بقى انا اسالك انا واقفه بعمل ايه هنا؟ هما اللي زينا بيتقال لهم من اين لك هذا؟ احنا على باب الله يا بي. لا يا حبيبتي احنا عارفين انت جبتي الفلوس دي منين. ربنا ينور طريقك كمان وكمان يا اختي. نعيمه اوعدك لو اعترفتي انا هسيبك ومش هعمل لك اي حاجه، ويا ستي هتنازل على البلاغ ده قبل ما امشي من هنا. وحياه امي هعمل كده. انا مفيش طار ما بيني وما بينك، انا بس عايزه اقرص ودن بنت الكلب اللي اسمها سماح دي علشان طولت لسانها وبجحتها. هجيب لك الراجل اللي اشترى مني الارض كمان يوم ولا اتنين، والشهود اللي مضوا على العقد كمان. بس سماح ما تستاهلش انها تروح في داهيه يعني علشان جرحت كرامه السياد. طيب يبقى هتنورينا هنا يومين يا نعيمه لحد ما تجيبي الدليل. امري لله. اعمل اللي تشوفه صح يا بيه. يا عسكري صفي قلبك يا ست مرض. ما ينفعش الواحد يعيش بالسواد ده كله فيه. ما تحطيش راسك براس اليتيمه اللي اسمها سماء. خدها يا ابني. يا اخلع دي. يعني الحكومه شدت سماح وسماح يعني انت وراها. انا مالي يابا امال سماح؟ بقول لك ايه يا عم انت، انا ماليش في الهسس بتاعكوا ده. انا فلوسي معايا وترتيباتي في دماغي انا عارفها. انت اولى قول لنفسك الكلام ده، لان انت اخويا اللي لازق في ديل عمتك مش انا. ياض لو الموضوع كبير هيجيبوني وهيجيبوك، يعني اي ترتيبات كنت ناوي تعملها هتقف، هتكر يالا. والميكروباص اخي على ابو ام الميكروباص. بقول لك هنتشد كلنا، انت في ايه؟ يلا لم اي هدمتين عشان تتدرب في اي حته. ماشي. ما اخطص يومين مع نفسي وماليش دعوه بحد وفلوسي معايا. في 60 داهيه انت والفلوس بس اخلص. ولا حوده رايح على فين؟ رايح في داهيه يا ام. ماما ما جاتش معاكي يعني. جبت الدليل؟ جبت الورق اللي انت بتقول عليه؟ ولا هتعملهم علينا تاني وتقول ان احنا ظالمينك؟ ما هو يا تعمل حاجة يا إما تقول علشان نفكر هنعمل إيه في المصيبة اللي إحنا فيها دي. أنتوا ما ينفعش تفكروا في أمكم بالشكل ده. طب أنا ابن كلب وعمال أستحمل من ساعة ما جيت افترى وكلام فارغ، إنما تسرقوا أمكم؟ تفتكروا يعني بعد العمر ده كله هي ممكن تعمل كده؟ أنتوا ليه ما لبستوش وخرجتوا وراها زي المرة اللي فاتت؟